بدأت محافظة الجيزة في صرف المقررات التموينية لشهر فبراير من منافذ المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة ضمن جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية. المزيد من التفاصيل يستعرضها لنا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. تحياتي لكم ولكل متابعينا من أمام أحد المنافذ التموينية بمحافظة الجيزة ضمن 2500 منفذ تمويني. مع بداية شهر فبراير بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المستحقات التموينية لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، ونحن الآن نرى من خلفي بدء توافد المواطنين واستلام العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية، وأيضا مع تواجد عدد كبير من المعارض بالتعاون مع الغرف التجارية الخاصة بالجيزة وجميع الجمهورية، خاصة معارض أهل رمضان. تم توفير السلع الأساسية لكل مستحقي السلع التموينية بمحافظة الجيزة، وأيضا مع توافر عدد آخر من السلع بأسعار مخفضة، حتى يعني تعمل الجهود على خفض الأسعار وأيضا توفير جميع السلع للمواطنين. عودة إليكم مرة أخرى.